الو رني ما عم بسمع عني. الو نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مصطفى الاغا من ام بي سي. اتعرف بحضرتك. يا اهلا وسهلا مصطفى الاغا الله يحييك. اهلا وسهلا. بس اتعرف عليك بالاول. بس علوا لي صوته لو سمحتوا. احمد عبد الباقي ارباب. والله ما اسمع ما عم بي... بس دقيقه علوا لي الصوت. احمد عبد الباقي ارباب. محمد احمد عبد الباقي. عبد الباقي ارباب. ارباب مثل بيقولوا بالخليج ارباب يعني ارباب. ارباب ايوه. والنعم منين يا اخ احمد؟ محمد احمد. محمد احمد عبد الباقي ارباب. اي منين؟ من جنسيتك شو؟ انا من السودان. والله والنعم من السودان حبيبي. السودان. وين قاعد عايش بالسعوديه؟ والله عايش في جده. جده. سنة في جدة. كم سنه؟ 25 سنه. يعني قديش رحت على السعوديه؟ قديش كان عمرك؟ والله جديد عمري يعني حوالي يعني 30 سنه. حوالي ولا 30؟ لا يعني 27 او كذا. ما في اي كذا. طيب ماشي. يعني هلا انت عمرك شي 55 سنه. شو تشتغل؟ والله اشتغلت من مشتريات وشركه. بس اخي محمد احمد بس لو بتركز معي لانه الصوت ما كتير واضح عندي. طيب علي لي صوتك شوي وانت رجاء علوا لنا الصوت يا شباب. انت اليوم شو تشتغل؟ ما اسمعك. ارجوك اخي محمد. مندوب في شركه. مندوب. ايه علي صوتك حتى اقدر اسمعك. مندوب في شركه. مندوب مشتريات. مندوب مشتريات. مندوب مشتريات. متزوج عندك اولاد؟ متزوج مع ستة. ما شاء الله ستة أولاد. ما شاء الله كبار ولا خمسة أولاد واحد بنت. كيف كم بنت وكم شاب؟ واحد بنت خمسة شباب وواحد بنت. خمسة شباب وواحدة بنت. ما شاء الله. طيب يقولوا في الجامعة. بالجامعة كلهم ما شاء الله ما شاء الله. لا مش كلهم. في ثلاثة في الجامعة. ثلاثة في الجامعة. بعدك صغير. أنا بنتي أنا عمري 60 وبنتي لسه بالمدرسة. طيب كم مرة اشتركت بالحلم؟ والله انا لي غريبا 6 سنوات. 6 سنين. 6 سنين على طول ولا مره واحده؟ والله في مره غبت سنه 6 شهور كده بعدين ثاني رجعت. 6 سنين اشتركت. 6 سنين اشتركت. وبعدين ليش قطعت؟ والله قطعت 6 شهور رجعت ثاني. الامل انا لي امل ودائما انا محمد انت وين قاعد؟ وين انت وين واقف؟ محمد انت وين قاعد؟ قاعد بالبيت؟ قاعد بجنبك في شو؟ والله انا جيت بالسوق. 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 اي والله بالسوق. طيب ممكن السماعه تقربها على تمك شوي بس هيك مشان اقدر افهم عليك. الله يخليك. تفضل. انت ما تشوفني صح؟ انت اصلا بالطريق ما تشوفني. شو رايح تشتري من السوق؟ لا لا لا. شو راح تشتري من السوق؟ لحمة غراض شو؟ لا والله والله جديد. انت ولدي طالب في كلية الطب يبغوا جهاز بتاع الضغط. ابنك يدرس طب؟ جهاز بتاع الضغط. يلا ان شاء الله بصير دكتور. طيب انت ليش اشتركت بالحلم؟ شو بدك بالفلوس؟ والله انا يا بيت لانه لي كم سنة ما عندي بيت عشان كذا حلمي كان بيت في السودان. بيت بالسودان. وين؟ بالخرطوم؟ أيوة. في الخرطوم ولا ام درمان ولا اي مكان. اي مكان. ايوه يعني يا خرطوم يا ام درمان. تعرف الغنية قال له اي مكان صحرا كان معك بيصير بستان صح ولا لا؟ تعرف الغنية لمين؟ مين؟ الغنية لمين؟ غدير. انسى الموضوع يا محمد احمد عبد الباقي. سؤال. اشتركت 6 سنين وما فزت ماشي؟ والله أيوة. 6 سنين بعدين ما شو هذا الحلم؟ ما عاد بدي اشترك. الناس عم تربح وانا ما عم بربح. امل على امل وامل في الله اولا. إيه؟ وانت اسلوبك اللي انت قاعد تتعب للجماعه. ايوه اسلوبي. ايوه مش هخلي الاداره يسمعوا بركي بزيدوا لي راتبي. اسلوبي ماله. ايوه اسلوبي شجعني اكثر. ايوه اسلوبي اللي شجعك. ايوه اي والله كمان انا كمان عندي حلم يضبطوا لي اموري. والله اسلوبك شجعني اكثر ودائما على امل. طيب بتعرف انت شو رح تربح اليوم؟ والله ما كم يعني كم تبي؟
والله اللي بيجي كله خير. كله خير. طيب كله خير اسمع خير اسمع انه يعني دخلت من اوسع الابواب في الام بي سي. طيب اسمع يا محمد احمد عبد الباقي ارباب. نعم. من السودان ساكن في جدة في المملكة العربية السعودية عمرك فوق 55 مندوب مشتريات وعندك 6 أولاد 5 شباب وواحدة بنت ورايح تشتري غراض لابنك اللي عم بدرس طب. ألف مبروك عليك $100,000. الله أكبر 100,000 دولار. الله أكبر. بس حنشيل منهم حوالي $200 بس مشان ننظف البدلة تبعنا لأنه تبهدلي. ما في مشكلة. تعطيني $200 ولا $100 في غسيل؟ في غسيل $200 يا ابن الحلال. ما في غسيل $200 ها. طيب اسمعوا يا شباب. لا محمد. لا نعم. ربحت $100,000 يا محمد. نعم. $100,000 يا محمد. $100,000 ما شاء الله. مبروك ما شاء الله. الله أكبر. 1,000,000,000 والله فرحت لك. والله بارك لك والله. هلأ وانت بالسوق اشتري حلويات زبط أمورك. جيب غراض للولاد جيب غراض للمدام. أنا شهيد مصطفى الأغا. والله مصطفى الأغا والله والله تبع تريليون تزليون مليون. مبروك ماشي. ما الله أكبر ما شاء الله. إيه لا مش كاميرا خفية. أنا لا والله أنا استخدم خبرة خفية لأنه أنا شايل ما يعني كده الحمد لله. أسمع هذا صوتي ولا مو صوتي؟ ألو ألو 1 2 3. أنا صوتي ها. أنا صوتك صوتك عندي بعرفه صوتك على طول. خلاص صوتي أنا. ألف مبروك عليك يا محمد أحمد عبد الباقي أرباب سوداني عايش بجدة. مبروك عليك 100,000 دولار.